يلا حيهم خذ الفيديو بعدين نتفاهم. 20 والبصل والطماط على 10. ما شاء الله انت سعوديه متاكده؟ يعني لو جو الدوريه الحين وتيب الدوريه ليش؟ ما رد تشوف بس الله يخليك. وش اللي حدس تطلعين بهالشمس؟ ما عندك ضمان اجتماعي؟ ايش؟ ما عندك ضمان اجتماعي؟ ما عندي ضمان اجتماعي؟ هل عندك ضمان اجتماعي؟ لا. ليش؟ ما يصير. وانت بعد مره بصفتك شو تحقق وياها وتسالها السؤال؟ بس بعدنا مطولين. سمي؟ سمى الله الدوين. ليه ما يعطونك؟ او تقومين ما تقدمين للحكومه وتقعدين بعز الشمس تذبحين روحك صح؟ ما تقول بعطيك فلوس واقعدي بالبيت، انت ترفضين وتقعدين بالشمس بعز الشمس وانت صايمه. يعني وحده جالسه تشتغل شغله شريفه سواء كانت تاخذ من الضمان الاجتماعي من الحكومه او لا وحابه نزيد على دخلها، بينها تشتغل شغله شريفه جدا وانها تبيع خضره ومثل ما تشوفون نظيفه ومرتبه لانها خربانه ولا فيها شيء. وتبيع خضرة على الشارع لأن تزيد دخلها، أنت تحقق معاها بصفتك شو؟ سمي أنا أبغى أفهم أنت لين تكلمني ليش تصورني؟ أنا مواطن، أنا ما صورت بس أصور البطاطس. طيب. لحظة عشان تعرفون التخلف في الفكر اللي عنده، لما قالت ليش تصور قالها أنا مواطن، بعدين ركز وقال لا أنا أصور البطاطس. شو دخل أنت مواطن فإنه بقول لكم شو سوى بعدين، لكن على الاقل بالحين انك تتكلم معاها بهذا السفاله اللي ما اقدر اسميها باي لهجه ثانيه او باي لغه ثانيه، هذه سفاله، شيء ما لك دخل فيه، وحده تشتغل في امان الله، شغلها نظيف، شغلها شريف، لان هي جايه تشحت ولا تسرق ولا تسوي اي شيء، وانت داخل عليها هالدخله. لكن بعدنا ما خلصنا. ليش؟ اصور البطاطس ابوري الناس المجتمع انه في عندنا الحكومه تعطي وتكرم أيوة. بس الناس ما يبون كرم الحكومة يبون يعذبون نفسهم بالشمس. أنا ما قلت كذا، حكومة لعيني وراسي. زين ليش تقعدين عجل مدام الحكومة تعطيس فلوس ليش تقعدين بعز الشمس وتعذبين روحك؟ طيب أنا بمشي على سكتك، أنت أطلع من دوامك أيا كان وقطع أي رزق عندك كان في تجارة ولا في أي شيء كان، اقطع هذا الموضوع ويلس في البيت وخذ من الضمان الاجتماعي إذا تقدر وأشوف أنك لا تشتغل ولا تقولي أنك بتشتغل وبتسوي لك أي شيء، الحكومة أعطتك بيزات عشان تجلس في البيت، مش هذا كلامك؟ سوى لو فيك خير. تبين الناس يقولوا مساكينة ويشترون وهذا الهدف؟ اشرحي لي، الناس كلها تسمع ترى الحين. يعني وحدة ياس تشتغل ياس تبيع خضرة تتمسكن للناس كيف؟ هي ما صارت بالخضرة للبيوت ودقت الباب وقالت خذوا الله يخليكم أنا ما عندي. ياس حاطة بسطة خضرة وياس تبيع حالة حال أي تجارة في العالم. أنت لو تصير زي تشتري ساعة رولكس بشوفهم فاتحين محل وعارضين الأغراض اللي عندهم نفس اللي هي تسويه. لو في أهلك خير سير عند مال رولكس قولهم ليش هالسوون انتي؟ خذوا من الضمان الاجتماعي ويجلسوا في البيت، ليش تشتغلون وتتعبون نفسكم؟ هذا المنطق الوسخ اللي انت تستعمله؟ لكن بعدنا ما خلصنا. ما صورتك، تقدرين تشكيني انا اصور البطاطس. اصور البطاطس، اوكي. استغفر الله، انت سعودية ولا يمنية؟ شو دخل سعودية ولا يمنية ولا أي كان؟ ممكن أفهم شو دخل؟ يعني إذا كانت سعودية فهل هذا عادي؟ وإذا يمنية لا أو العكس؟ أنا بس عندي هالسؤال وأتحداك تجاوب عليه. يعني لو كان الفعل هذا اللي هي تسويه اللي أنت معترض عليه وهي يمنية ما يجوز، أو إذا هي كانت سعودية ما يجوز، شو المشكلة؟ أنت حين ما فهمت مشكلتك إن هي تشتغل في عز الظهر ولا إن هي سعودية ولا يمنية ولا أي كانت؟ بس لسه الله من يمني. وش انت اثيوبيه؟ بعد اثيوبي يا اخي اختار لك صينيه، شو رايك عشان كورونا؟ قول صينيه، شو الفرق؟ اذا سعوديه عادي ان تبيع خضره واذا صينيه لا، او اذا صينيه عادي وسعوديه لا، بس عندي السؤال عشان بتعرف ان ما في منطق في سؤالك. اثيوبيه وش انت؟ لاني بكلم الشرطه الحين جايه. تكلم الشرطة على شو اللي سوته هي غلط عشان أنت تكلم الشرطة؟ بس وصفتك شو؟ يعني أنت ياس تحوط في الشارع حصلت رح تبيع خضرة؟ خلنا أبلغ الشرطة. ليش؟ هذا كله في آخر الفيديو بقول لكم ليش مسوي كل هذا، بس في آخر الفيديو اصبروا علي شوي. أبشر يا الحين كلمت الدوريات واللي هذا انت؟ انا قلت الحين واحد عمره شيء 20 مراهق توه يبغى يسوي له شو في السوشيال ميديا الى اخرته،
اخرت شيب مخرف ولا اتنك مراهقه متاخره يا اخويا. ها حبيبي شو اللي تسوي هذا انت؟ ابى افهم اللي انت مسوينها عباره عن شو؟ تبغي انت تصور؟ انا اتحداك لو تلفونك في مفيدك اتحداك انك بس تسوي هالكلام كله. لو ما كان عندك تصوير اتحداك انك كنت بتتكلم، لك كنا عندك كاميرا وعندك سوشيال ميديا، كنت خلني انا اسوي نفسي وطني باني انا اقطع رزق حرمه واقطع رزق عيالها واضيع تعبها انها جالسه وصايمه في الشمس في رمضان تبيع خضره، وخضره نظيفه ومرتبه. اقول لك بعد مره لو كانت خربانه كان ثاني، لكن تشوف عندك عين تشوف ان اللي هي تبيع شيء نظيف. انا اقطع رزق هذه ورزق عيالها، بس اهم شيء اني اسوي لي جو في السوشيال ميديا، شوفوا يا ناس انا البطل. يعني حتى لما اتكلم في اخر الفيديو، لحظه خلنا نكمل وبعدين بنشوف هذول هم الحين جايين، وخلنا نشوف ايش اخرتها. تقول انا سعوديه على عيني وراس، سعوديه او غير سعوديه، انا انسان والله انك حيوان. بدون ما اكملكم باقي الفيديو او بحط لكم مقطع بسيط منه، تقول والله بشوف اذا هي سعوديه. شو دخلك تشوف ان هي سعوديه ولا شو اصلها؟ شو ده وشو تفرق؟ شو تفرق يعني الشرطه يا ها سعوديه طلعت؟ لا انا اسف اذا مش سعوديه، ها انت متهم بشو؟ بشو ابى افهم بشو؟ اكره اشوف انسان اخر بعز هالشمس الساعه 2 شوف الشمس. يعني تكره تشوف انسان اخر الساعه 2 في عز هالشمس يشتغل؟ لكن ما اكره ابدا باني اقطع رزق حرمه ياس تشتغل شغله شريفه، ابدا ما اكره هذا الشيء. ما اكره ان انا اقطع رزق عيالها، ابدا ما اكره هذا الشيء، لكن اكره فقط ان انا يفوتني موقف اقدر اسوي فيه نفسي البطل امام السوشيال ميديا. اكلوك خره في حسابات كثيره، وكان لابد ان انا اضم صوتي البسيط الخفيف المتواضع. وانا اقول لك يا عزيزي والله العظيم لو كانت هذه تاجره كبيره، اتحداك على هالكلام، لو كانت تاجره كبيره وتشتغل في هالشغله، بس انها فاتحه سوبر ماركت على قولتك وفي الشمس تبيع برا، ويت عندها وقالت لك انا التاجر فلان بنت فلان، تخسي تسوي هالكلام كله؟ لكنك استقويت على وحده ضعيفه، وبين لي استقوى عليك على خير.